خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ بحاول والله. اتعرف بيكي؟ نورة. نورة كم سنة يا نورة؟ 30. مرتبطة يا نورة؟ مطلقة. مطلقة بقالك لسه بقالي شهر اهو. انت بنت ده طازة لسه. طيب قعدتي قد ايه متجوزة يا نورة؟ 5 سنين. عندك اولاد؟ عندي 2. ربنا يخليهم لك. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ المفروض عن حب يا اسامة، حب جامد كمان يعني. طب وايه اللي وصل الامور للطلاق بعد 5 سنين؟ بصي يا اسامة، انا كنت واقفة جنبه الاول، كنا بنحب بعض جدا المفروض يعني، هو كان واهمني ان هو بيحبني، ده اللي اكتشفته بعد كده. وقفت جنبه معايا. ما حضرتك اتفضلي. سامعك. يا اسامة، المفروض ان احنا كنا بنحب بعض بقول لك من قبل 5 سنين، دول 4 سنين قبلها كمان. استحملته وقفت جنبه وشفت واستنيت ظروفه، وكان شوية حاجات كده بتقابله في ظروفه، وقفت برضه جنبه. وفي الآخر جه بابا تقدم له، وبابا وافق. وأنا استحملت شقة أي كلام، قلت له مش مهم، المهم ربنا يكرمنا يعني. بيقولوا لك ياخدوهم فقرا يغنيكم الله. جميل. دايما أقول الكلمة دي. جميل. وأقول له مش مهم الشبكة، مش مهم أي حاجة. بس أصل كلمة ياخدوهم فقرا يغنيكم الله دي معناها يعني اتنايل على عينك، أنت فقير وأنا رضيت بيك. بص، هو يعني هو كان ظروفه يعني مش اقل من ظروفنا احنا، الحمد لله يعني ايه مبسوطين شويه يعني. هو بس هو ايه، هو كان يعتبر هو اللي بيساعد نفسه بنفسه، وبابا كان منفصل عن مامته وكده، فيعني كان الحمد لله يعني ايه غيرنا يعني. بس الحمد لله يعني هو كان انسان كويس جدا في الاول على فكره يعني، بس هو كان بتاع بنات. انا كنت عارفه كده، وكنت دايما هقول ايه هيتغير بعد الجواز، الكلمه ضيعت نص بنات مصر زي ما بيقولوا. والله يا اسامه فعلا. طبعا اتجوزته، وبعد الجواز ب3 سنين كنا كويسين يعني، ها لحد ما يعني ما كانش في اهتمام خالص منه. 24 ساعه سايبني في البيت. انا لو بنت تعبت انا لنزل اجري الدكتور. طب هو كان بيعمل ايه؟ نايم يا اما في شغل، هو عنده عمل خاص يعني. فانا كنت انزل اجري بالبنت وهو نايم طبعا، يعني طبيعه شغله هو طول الليل شغال وطول النهار نايم. فانا كنت انزل اخد البنت واجري، وكنت واقفه بجد اسامه والله بمعنى الكلمه، كنت راجل حاجه تبوظ انا انزل اجيب الناس واقف بيها والكلام دوت. المهم بعد 3 سنين زي ما بقول لك، اكتشفت ان هو عنده اكونت على الفيسبوك، وكان ضايف بنت كان بيحبها زمان ايام الجامعه. والبنت دي متجوزه اجنبي وعايشة برا ومخلفة. واكتشفت ان هو عمره ما حب حد غيرها ومش عارف ينساها لغاية ما احنا واتجوزنا، بس مجرد جواز مش اكتر. وهو عمره ما حبني ولا يحبني ولا متفاهم معايا. طبعا كل الكلام ده انا قريته، بس ممكن يكون كل الكلام ده عشان يثبتها بس مش اكتر. لا يا اسامة، بصي في حاجات كتير بتثبت انه كلامه صح. هو ما كانش عارف ينساها، بس انا ما كنتش عارفة كده، انا كنت فاكرة هو حبني فعلا. المهم رحت طبعا واجهته بالكلام دوت، هو كان بيكلم واحده اجنبيه وبيقول لها الكلام دوت، فقالت له بص لبيتك ومراتك واولادك وكده. راح قال لها انا مش عارفه تفهمني ولا انا عارف افهمها، وانا اصلا مش عارف انسى البني ادمه دي خالص. دي الاجنبيه دي غير البنت. يعني هو بيحب بنته وجوزت اجنبي وعايشه بره. المهم اسامه ابتديت احس ان في حاجات بتتغير، بقيت يعني احس ان هو بينتبه لجسمه، بودي بيلدينج زياده على اللزوم، بقى يبص للاجانب. فاكتشفت بعد كده ان هو عايز يتجوز اجنبيه عشان يبقى زيه زيها، وانا وولادي مش مهم. طبعا واجهته، ضربني، فتح دماغي، عورني، بهدلني. طبعا ده انا بقول لك بقى ايه، من 3 سنين يعني، بعد 3 سنين، السنتين دول بقى ضرب وبهدله يا اسامه. وفي الاخر طبعا انا بحكي لك يعني حاجات ملخصه جدا. قلت له ما ينفعش احنا نكمل بالطريقه دي، انا بحبها مش قادره انساها. طب هي متجوزه ومخلفه، ما ينفعش كده، انا مش عارفه انساها، انا بحبها من زمان. قلت له انت عندك عقده ناقصه، عشان رحت اتقدمت لها كذا مره، هم رفضوك اهلها، وهي لو كانت عايزاك كانت وقفت جنبك. راح قال لي لا انا مش عارف انساها، وطلقني من شهر. وتاني يوم عمل مرتبط بواحده اجنبيه، وطبعا عمل على الفيس ريليشن عادي بقى وش يعني. تاني يوم والله العظيم يا اسامه اتطلقت الخميس، يوم الجمعه بالظبط ريليشن على الفيسبوك قدام قرايبي واهلي وكل الناس اللي عنده. يمكن بس عايز يغيظك مش اكتر. لا يا اسامه، هو قالها لي، هو الايام دي عايز يرجع تاني بعد شهر، ما اعرفش عايز يرجع ليه دلوقتي.
ارجع لك بس بشروط. ايه بقى الشروط؟ مالكيش دعوه بالموضوع الاجنبي ده خالص، ما تجيبليش سيرتها. هو بقى منغنغ قوي يعني، الفلوس جريت في ايده لدرجه انه عايز يتجوز؟ لا خالص 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 يا اسامه، هو عايز يوصل ويثبت لها ان هو زيه زيها. ده مخه تافه جدا على فكره. يعني مش مخ اب، لدرجه انا قلت لو يكلم مثلا بنات بس يصوم بيته ويصوني، شفت اكتر وصلت لايه؟ عشان خاطر ولادي انا هستحمل، بس خليك معانا. بص يا اسامه، مهمل جدا، ما بيتصلش بينا يشوفنا عاملين ايه. البنت تتعب انزل اجري، والولد يتعب انزل اجري، هو قاعد مكبر دماغه. فانا جبت اخري اسامه، لدرجه جالي سكر. لا بص يا بنت الناس، عايز يرجع ما يرجعش بشروطه، ويرجع بشروطك. وقبل ما يرجع يروح يعمل تحاليل، لا يكون علاقته بالبنت الاجنبيه دي جابت له ايدز ولا جابت له لا لا لا، هي لسه ما نزلتش مصر. هو هو بيتفق ان هي تبعت له زياره ويسافر لها، او هي تنزل له مصر. دي بقى يرجع بشروطك ويرجع محترم. مش عايز يرجع محترم، يبقى خليه قاعد مطرح ما هو، وانت ربنا يوفقك في عيالك، وتنزلي يا بنت الناس تدوري على شغل في حته محترمه، وتبتدي تبني مستقبلك وتقفي على حيلك، وربنا يقدرك في تربيه عيالك. انما عايز يرجع، يرجع محترم، يرجع بشروطك. انما يرجع عايز اعرف دي ودي ودي، وان كان عاجبك وهو ده النظام، لا، ده الكلام ده عند طنط كيمه. وطنط كيمه الله يرحمها توفت خلاص، ده من ايام رشدي اباظه طنط كيمه توفت. يبقى حضرتك بقى ايه، ما عطلكش يا كتكوت، ده اقل واجب، وتتقله بنفس الشكل، ما عطلكش يا كتكوت. انما هتقوليها بانكسار وبضعف وبخوف زي ما انت بتكلميني كده، يبقى ما ينفعش. الست اللي في الموقف ده لازم تبقى ست قوية، زي ما انت كنتي مع ولادك وفي بيتك بمية راجل، تبقي مع نفسك ومع قلبك وفي حياتك بمية راجل، وتقفي على رجليكي، وتثبتي له انك هتبقي اشطر منه وانجح منه، وهتشتغلي وتنجحي اكتر منه. خليه يتمنى لحظة انك تبصي له بس فيها. ما عنديش كلام تاني اقوله لك.